مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الفنان محمد بشنات، وبدأ طرح أحدث أعماله الفنية والتي كانت من نوع أغنية كليب حملت اسم خسرت العلاقة. أول البعض من متابعيهم أن محتوى الأغنية كان رسالة لطليقته سيليا. سيليا ردت على متابعيها في هذا المقطع: سمحولي شفا ركوتي شو لا تفهموني باه نكمل نخرج نحن نقضي سوى الحين شتا عودوك كو لا شانسون لكم تبعتولي فيها هادية جديدة ما أنا ما كما تخلي فيها مزيدوش تدخلوني في هاد الصوالح باسكو سي جوست اون شانسون سي جوست اون شانسون اي جو فو راسور كو سي جوست اون شانسون انا ما كان ما دخلني اسمع على بالي واش كاين واش ما كاينش ما تدخلونيش انا في الوسط في حاجه دوكا ماشي كل غنية تخرج ولا كل غنية. ومن لكم عندي... احلى سلام لاحلى متابعين في العالم، اشتركوا في القناه، فعلوا الجرس وانتظروا كل جديد على قناتكم باستارز.